سيدنا ننتظر الهدف الاول في هذه المباراه. يوسف الاخضر تفيد التباس، كره مرفوعه هنا الرك، كان الهدف بالفعل. اذا هدف مباغت لفائده فريق الجيش الملكي، يعني بلمسه فنيه هدف لفائده فريق الجيش الملكي. تابعوا المهدي النغمي يعني بضربه مقص هوائيه يحول الكره في اتجاه المرمى. إذن هدف دون مقابل هدف، صراحة كان هدف مفاجئ في ظل تواجد مجموعة من الأسماء من طرف فريق شباب الريف الحسيبي على مستوى معترك العمليات. ونتابعوا اللقطة من جديد يعني بلمسة فنية وطريقة جيدة كي يتمكن من تشير الهدف في الهدف الأول. إذن هدف دون مقابل، هدف دون مقابل تقدم فريق الجيش الملكي في هذه المباراة على حساب فريق شباب الريف الحسيبي. يعني هدف جميل اكيد، غيكون من بين اجمل الاهداف المسجله